السلام عليكم السادة متابعينا، مرحبا بكم. الفطر الريشي يعتبر الفطر الريشي أو كما تشيع تسميته بالمشروم الأحمر من أهم أنواع النباتات الطبيعية التي تزرع على نطاق واسع في العديد من المناطق حول العالم بما فيها مناطق البحر الأبيض المتوسط، ويتميز بقيمة غذائية عالية جدا وخصائص عديدة تسمح باستخدامه في العديد من المجالات خاصة في المجال الغذائي، حيث يدخل كعنصر رئيسي في إعداد عدد كبير جدا من الأطباق الغذائية الرئيسية الشرقية والغربية، فضلا عن كونه يستخدم على نطاق واسع في المجال الطبي، وذلك نظرا لخصائصه العلاجية والوقائية من العديد من الأمراض، ويطلق عليه في اللغة الإنجليزية ريد مشروم. وفيما يلي أبرز الفوائد التي تعود على الجسم من تناول هذا النوع من المشروم تحديدا. فوائد فطر الريشي الأحمر: يخلص الجسم من السموم المتراكمة في الأنسجة، ويعزز من قوة الجهاز المناعي، يخفض معدل الكوليسترول الضار في الدم والذي يسمى LDL، حيث يحمل الأكسجين في الدم ويقي بالتالي من أمراض القلب. الفطر الريشي ينشط من عمل الجهاز الهضمي ويقي من مشاكله، وخاصة عسر الهضم والإمساك، كما يرفع من كفاءة عملية التمثيل الغذائي في الجسم والتي تسمى الأيض، يجدد خلايا الجسم ويقي من الشيخوخة، ويمنع الانقسام غير الطبيعي لخلايا الجسم، يمنح البشرة نضارة عالية ويقي من شحوبها، كما يمنحها ملمسا ناعما للغاية، ويساعد على خفض الوزن من خلال التخلص من الدهون. الفطر الريشي يقاوم الشوارد الحرة المسببة لمرض السرطان. الفطر الريشي يقلل من مشاعر التعب والإرهاق وينشط من الدورة الدموية، كما أنه يزيل حصوات الكلى والمرارة. الفطر الريشي يعالج مشاكل الجهاز التنفسي بما في ذلك السعال والزكام، ويخفف من حدة الأعراض المرافقة لمرض الإنفلونزا، كما أنه يعالج من آثار الحروق. الفطر الريشي يعالج مشاكل الشعر المختلفة بما في ذلك القشرة الناتجة عن جفاف فروة الرأس. الفطر الريشي يعالج الأمراض الجلدية وخاصة مرض الصدفية، كما أنه يقي من الإصابة بمرض السل، ويقي من التهاب الكبد الوبائي، وإنه يحد من تأثير الكحول على الجسم، ويعالج حالات الإدمان المتعددة. الفطر الريشي يقي من الإصابة بالتسمم الغذائي، ويعالج البواسير، ويعالج الصرع، ويعالج السكتات الدماغية. الفطر الريشي يعالج التهاب الجيوب الأنفية، كما أنه يساعد على خفض معدل ضغط الدم، ويقي من المضاعفات الخطيرة المرافقة لحالاته المرتفعة. الفطر الريشي يعالج من مشاكل ضغط الدم الشرياني، ويعالج أمراض المفاصل والعظام والركبة. الفطر الريشي يقلل من الأعراض المرافقة لمرض السكري، حيث يضبط معدله في الجسم. الفطر الريشي يقاوم الالتهابات ويعالج القروح، ويسهل من شفاء الجروح خلال وقت قصير. الفطر الريشي يعالج مشاكل الصدر بما في ذلك مرض الربو، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة الواقية للعديد من الأمراض الخطيرة. وأخيرا الفطر الريشي يقاوم مرض الإيدز. السادة متابعينا، لا تبخلوا علينا باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك ذلك كي يصلكم كل جديد منا. دمتم في عناية الله.